أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بطل سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها إن العاقبة للمتقين
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أن مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
صدق الله.